السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير، وكما كتبت لكم قناتي ما رانيش نقدر ندخل ليها، وقدر الله ما شاء فعل. وانا متأكدة ثقتي برب العالمين كبيرة، ومتأكدة انه بعد الهم راح يجي فرج. هذه قناة اكيد انا تعبت عليها مدة عامين، والسبب على ما رانيش ندخل الله اعلم، لانه هذا البيسي اللي تعرفه عندي جديد، ونزلت برنامج واظن منه، والله اعلم الله اعلم. اسال الله عز وجل انه ترجع قناتي. ما اشوف وما نستنى والو من الناس، نستنى والو، لاني لي رب عظيم ورب رحيم. برك دعوة خير، دعوة صادقة، انه ما يضيعش العمل تاعي. بارك الله فيكم.